بتقول وبترحب بالكل. ثق تماما ما راح تروح اليوم غير تتغدوا هان يا عم خلي يزور. الله يسعدك مع عزيم كيف الله يسعدك الله يجيرك انت والشباب. الله يسعدك. لما شفتك كيفت حتى لو رحتوا على الجبل وتكون ترجعوا تتغدوا عندي. الضيف لقبل امير ولا قاعد اسير ما عليك ولقفه شاعر. شلونك؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا. يا حيهم يا ارحب يلا انت حيهم. كيف صحتك؟ هلا بيكم. هلا شو اخبارك؟ اجى سلاله الملك الله يطول عمره امين يا رب. قبل كم شهر وسافر الملك جهان. والله ان الملك انه يعني صار عنده يعني بين عليه انه زعل يعني تسر. ما سلكن شعورهن بالكوافير ولا طرق بيبانهن كل طارق. نجميات بني حميده الشيوخ من الله شيختنا ميدان الدحى ميدان. البندوره هذه من ذيبان. البندوره من ذيبان والجوافة من ذيبان والليمون من ذيبان. لواكو لو العز إن شاء الله خير في أمتي حتى يوم القيامة. يقول المدح لبني حميدة يوم الحروب الشديدة بالغارة تحصد حصيدة عشتم يا عيال النشمية. اليوم إحنا بربوع بني حميدة بلواء ذيبان حبينا ناخذكم بشمة هوانة نفرجيكم زين المنطقة وزين أهلها. خليكم معنا. وطل احبابنا. السلام عليكم. نسم يا هوا بلادي الحبيب. بين ربوعنا حلو ضحكة زهرة الوادي. احبابنا طل انا طل نسم يا هوا بلادي. بين ربوعنا حلو ضحكة زهرة الوادي. هذه اطلالة سد وادي الوادة. هذا مشروع يعني تقريبا من العام بلش، وهو يعني صاحب هذا المشروع ان شاء الله تلتقي فيه وتشوفه من خيرة شبابنا. وعمل هذا المشروع بجهد شخصي منه. هو دعم للمجتمع المحلي. دعم. يوم تفتح مشروع مثل هذا ريادي وتوظف عيال المنطقة، خلينا نقول اللي المنطقة شوية فيها شوية بطالة، وانت تدعم شبابنا وتدعم سيداتنا بالمطابخ الإنتاجية، هذا والله الشخص ترفع له القبعة. عشت. كأهل منطقة نرحب في كل ضيف يجي إلى بلدنا. ما شاء الله عليك. فأقول أهلا وسهلا واحتراما وتقدير في كل ضيف في بلدنا يجينا. مية هلا في موطن العز والخير نستقبل السواح والزائرين. في طلة الوالة يهنؤون المساير في كل يوم وكل ساعة وحينة. وبمنطقة الهيدان أرض الخطاطير موجود شلالات للقادمين. في مادبة برضو إلها حق علينا. نعم. وحتى الكنائس به زخارف وتصوير وجبل مكاور له شموخ يبينا. عبرت في إيجاز شعر بسطرين ما شاء الله ووضحت بعض الشرح للسائلين. وهذه بلاد العز من دون تقصير جواب حول الوضع للسائلين. ما شاء الله عليك. صح لسانك. صح لسانك. طبعا شاعرنا ابو فيصل ابراهيم الرواحنا دائما احنا نتنومس بيك. فيات غنينا وعلى الميات تلاقينا. فيات غنينا وعلى الميات وعلى الأغصان ما حلو. عمي أبو فيصل إحنا حبينا نجي نتصبح بيك. الله يحييك. نتنومس بشوفتك. طول عمرك كذلك فيك سلمة. خواتنا من بني حميدة من منطقة مكاور عيوا علينا على الفطور. على الفطور. جمعية فتيات بني حميدة فودنا نستأذن منك. ولكن تعرف في مثل عند العرب يقول الضيف لقبل أمير ولا قاعد أسير. ما عليك. ولقفه شاعر. ف بلغني ابو يزن انه غداك جاهز عنده اليوم. والله يا عمي يعني حتى لو رحتوا على الجبل ودكم ترجعوا تغدوا عنده. والله يا عمي انه غدا صاير يعني ما في مجال. خليني اسولف لك هالشغله. احنا اول شيء اهل وانا طبعا. اعزم على يوم اجي والله اعزم على بيوتي. والله غداك عنا رجل هيك بلغني يعني انت تعرف ما في يخلف عليك وفرصه نتعرف على ابو يزن ان شاء الله على بركه الله. سلام عليكم. نحن حكايات في باله منا نغمات موال.
ولما الناس مات تحلال. وصلنا منطقة نكاور وإحنا هسا حالياً بجمعية شبات بني حميدة. خليكم معنا ودنا نتعرف على نشميات بني حميدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ ورحمة الله. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ حياك الله أستاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. قلبناكوا. حياك الله. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله يبارك فيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. تفضل. صبحكم بالخير. يعني أنا شفت جمعية فتيات بني حميدة هنا، جمعية نشميات بني حميدة، ما شاء الله عليكم. الهدف من الجمعية، شو الهدف من الجمعية؟ هو أول شيء أهلا وسهلا فيك وشرفتونا بالجمعية أستاذ محمد والطاقم اللي معكم، يعني نورتونا للأمانة. الله يسعدك. الهدف هو صراحة التمكين الاقتصادي للسيدات للأمانة. إحنا نعمل على التمكين السيدات في المنطقة كونها منا منطقة نائية وأصلاً صنفت من مناطق تحت خط الفقر صراحة للأمان هي المنطقة هاي. تمكين المرأة من أي ناحية؟ اقتصادياً صراحة، يعني أنا صراحة في أنا حصلت على دعم اللي هي محفظة إقراضية من مؤسسة نهر الأردن بالتعاون مع ديوان الملكي العامر، يعني مبلغ وقدره صحتي معافية، وتقريبا أعطيت ما يقارب 25 قرض للسيدات في من ضمنهم يعني عملا مشاريع عندهم بالبيوت. مشاريع صغيرة. مشاريع صغيرة عندهم بالبيوت. وين وردن؟ والله صراحة أنا في سيدات شبكناهم مع معارض. متى تأسست الجمعية؟ تأسست بال 2013. ما شاء الله مستمرين. الحمد لله. بفزعة النشميات طبعا. نشميات وخواتي طبعا، احنا كنا ايد واحدة نشتغل مع بعض. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. الله يا رب يرزق. طول البنية يوم يخصن الدوالي واني عالي لليوم وهي ديوالي. طول البنية يوم يخصن الدوالي واني عالي لليوم وهي ديوالي. تمشي مشي الغزلان يا مشي العذارة. لدي اياد شايف كنيسة الأسقف ملاخيوس. يا سلطان بالله وقفنا عند الحجي. السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام. أهلا وسهلا. يلا حيهم. يلا نتحيهم. كيف صحتك؟ هلا بيكم. هلا. شو أخبارك؟ هلا. الله يعطيك العافية. اقعد اقعد. كيف أمورك؟ بخير الحمد لله. هذه الكنيسة قد إيه عمرها؟ هذه الكنيسة اقعد عم اقعد. والله قديمة جدا جدا جدا. لكن بالضبط والله ما عارف قديمة جدا هذه. قديمة جدا. أنت ساكن هان؟ أنا هاي داري. هاي دار الملكي لي. طيب يوم يجيك الزائر ويجيك الضيف شو تقول له؟ يلا نتحيى. ما أقول إذا إنجليزي إذا أمريكي أو إنجليزي على وين هو ويلكم. عمي موقف تستذكره؟ أجى ثلاثة الملك الله يطول عمره. آمين يا رب. قبل كم شهر وسافر المنطقة هان، والله إنه الملك إنه يعني صار عنده يعني بين عليه انه زعل يعني تأثر، وجاب دوريه شرطه عسكريه شرطه وحطها تحت بالدوار. قال هذه ثابته لابد. الله يرزقكم كل احترام. خليك قاعد. السلام عليكم. حافظ الله يرعاك المولى. الله معك. لي احنا وصلنا سوق ذيبان القديم، ودنا ناخذ لنا جوله ونعرفكم على اهل ذيبان الحشمين. خليكم معنا. والدحة هذه دحتنا لحد يلعب في ساحتنا الشيوخ من الله. لما شفتك كيفت أقول هذا شو جاب. الله يسعد قلبك. تعال خلنا أحبك. كابر ونحط الكاسر عالكاسر حفيد كبار على كابر أنا السلطان بزمان. سيدي عشت عشت يا حبيبي. الله يسعدك. يلا حيو. شو الاخبار؟ سلامات. ما تعرفت عليك. يا هلا ابراهيم الرواش. ونعم يلا حييك. يا هلا اهلا وسهلا. احنا بالسوق القديم. اهلا وسهلا. شو تعني لك اول شيء ذيبان؟ ذيبان قديمه جدا. ذيبان اذا تلاحظ ان الدكاكين اللي وراك هذولا أيوة. من اقدم دكاكين ذيبان قبل حوالي 100 او 120 سنه تقريبا في منزل والدي الله يرحمه. الله يرب يرحمه. يقولوا له الان المنزل العثماني اول بيت شيد في ذيبان بالاثاث دفع عليه ضرائب لعمارة شرق الاردن بال 26. شو تعني ذيبان لاهلها؟ ذيبان هي الروح. ذيبان هي العز هي الكرامه
ذيبان شو ما حكينا ما له فيها حق ذيبان بالنسبة لنا. والله أنا شامه والله. وذيبان بتقول وبترحب بالكل بكل سواء من الأردن أو من برا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا ما بدي أخش على مقابلتك كذا بس ثق تماما ما راح تروح اليوم غير تتغدوا هاي. هذا هذه لا عفوا يعني ما كمل اجراءاتك وبعدين لا يمكن لا يمكن ضيوف عزيزين والله كلكم واحد الله يحييك ومعزبنا ما قصر ونعم كل الحمايده بيطلع كل الحمايده يكرم الضيف اي واحد فيهم يكرم الضيف ما شاء الله عليكم ويلا حييكم حي رؤيا تلفزيون رؤيا تلفزيون رؤيا اهلا وسهلا وشاهدتنا بيكم ابدا يا الحمايده وذيبان ومليح ومكاور ولب كلكم بني حميده بكل حزه شافيك وحزام صلبك يوم شد الجنايد الله 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 ونعم. بني حميده تاريخه معروف الحمد لله انا يعني شهادتي مجروحه في قبيلتي لكن بني حميده تاريخه عريق وموجود زمان ما بين السدين وما بين الواديين الموجب والواله هاي المنطقه وجر من عند الكرك لغايه اطراف ماده بني حميده ممتده القبيله ما شاء الله كبيره يعني. ما شاء الله بس كما قال الشاعر وعملي الله يرحمه قال بني حميده بكل هزه جافيك وحزام صلبك يوم شد الجنايد الله الله وشاهدتنا تكمله لكلامي الله يحييكم شاهدتنا هلا 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 بالغالي هلا بالغالي يعزكم ربي ميتان وسهلا حياكم الله شرفتونا يا هلا الله يحييكم يا هلا خلينا مع زين كل يوم الله يسعدك طشوا ونسوي لكم غدا الله يسعدك الله يسعدك يا عمي ما تعرفت عليك علي زلمان الحيصة ونعم 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 الله يسعدك يا عمي يا عمي خلينا الله يسعدك نغديكم يا زلمان الله يسعدك هذا من الساعة 2 هذا من لطفك يلا عييكم الله يسعدك الله يسعدك بخير في أمتي حتى يوم القيامة ما شاء الله عليك هذا السوق القديم هذا السوق القديم لحقته قبل لحقته كيف كان قبل والله احسن منه ما في قبل فعلا سوق يعني سوق يعني صحيح سوق شو يعني ذيبان ذيبان عاصمة ميشا عاصمة ميشا نعم كل احترام الله يحييك شكرا هلا حبيبي السلام عليكم السلام عليكم كيف الحال شو اخبارك امورك تمام ما تعرفت عليك نقعد طيب حويان ونعم ومنك يا هلا حويان بلقويت ما دبا لا عمان ولا لا احنا حويان حمايد ونعم قريبنا بلقويت ونعم يقول لك ابو حوي ابو حوي ابو حوي ما يخلي حي يلا حييك هذا البنا القديم نعم وهذا اقدم سوق بذيبان تقريبا تقدر تقول محلات هذول الثلاثه الاربعه هن الاساس بذيبان هن الاساس نعم. اللي بيهن هذا مخبز اشراف ايوه اي ملحمه هذا محل دجاج ذيبان تعدينا كلش ذيبان مخطط الراس تبعنا ونعم هي موضوع السياحه مظلوم مظلومه يعني زي ما تقول شفت ودها تصير شوي الضوء على السياحه الله يا رب يرزقكم الله يرزق الجميع وانتم نشامه وما تستاهلوا الا كل الطيب يلا حييكم مع زين الله يسعدك الله يجيرك انت والشباب الله يسعدك الله يسعدك خملوا مشواركم الله يسعدك تغدوا وتروحوا والله البرنامج فل يلا حييك وقرايبكم ما قصروا ما شاء الله حيب. عليهم لا لا بعد ما تخلص ابدا الله يسعدك جيت الله. الله يجيرك جيت الله يجيرك كبر انا السلطان بزماني هذا السوق القديم هذا ذيبان والسوق القديم نعم قد ايه عمر السوق هذا يعني حول هذا من ايام من ايام 48 البندورة هذه من ذيبان البندورة من ذيبان والجوافة من ذيبان والليمون من ذيبان خلينا نشوف هذا الجوافة حبة هيك على كيف كيفك واحدة واحدة خالص والله بلدية بلدية يخلف عليك السلام عليكم والله غلبتوا حالكم وزي ما قلت لك هذه والله بيوتنا ونعزم عليها ابو يزن هاي مش محسوبه اصلا واشكرك انك عرفتني على ابو يزن وشكرا على هالمشروع الريادي اللي تسلط الضوء بيه على اهل المنطقه ومطابخنا الانتاجيه خلينا نقول مطابخنا الانتاجيه اللي بالمنطقه وانت مناره لربوع بني حميده ما شاء الله عليك اهلا وسهلا فيكم في لواء ذيبان محافظه مادبه لواكو لواء العز ان شاء الله
هذا المشروع مشروع وطني، مشروع أردني، ما بعتبره مشروع حسين السنيد، لا أنا بعتبره مشروع الأردن، كل الأردني، لكل أردني نعم، ولكل وطني غيور. وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بشكركم من أعماق قلبي على زيارتكم إنا وتشريفكم الطيب إنا، أنتم شرفتونا أصلا في الوديبان والله. وأهلا وسهلا فيكم. اسمحوا لنا ننهي، انتهت جولتنا في ربوع بني حميدة ولواء ذيبان، ودنا ننهي ونقول مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي بأمان الله.